محتاج زبادي. الزبادي ده ينفع نكون عاملينه في البيت او جايبينه جاهز، مفيش مشكله. بينا نشوف المقادير. عندنا كيلو من الزبادي، تمام؟ يعني هجيب يعني حوالي ايه كيلو ونص من الحليب واعملهم زبادي واشتغل بيهم. هحتاج كوبايه كريمه طهي، تمام، او علبه قشطه اللي متوفر اللي اقدر اوفره، وزيت زيتون وملح. دي المقادير بس كده. بس كده عشان نعمل لبنه طعمها كريمي زي اللبنه الكريمي اللي احنا بنشتريها. تعالوا بينا بقى، وكمان هنشوف هنعمل الكور ازاي. اولا ده الزبادي اللي احنا جايبينه او عاملينه في البيت ايا كان. هبتدي اجيبه واجيب طبق غويط واجيب شاشه. فين الشاشه؟ بسم الله اهي. هنجيب شاشه تكون نظيفه واحطها في الطبق كده. وافضي الزبادي، ونفضي الزبادي كله. الزبادي طبعا فيه نسبه سايل كبيره، احنا عايزين نتخلص منها علشان ناخد اللبنه. تعالوا كده، تمام. هقفل الشاشه بتاعتي خالص، هربطها. بصوا اول ما حطينا الزبادي في الشاشه ايه اللي حصل؟ هتلاقوا فيه ميه عماله تسقط من الشاشه اهو. بصوا بصوا معايا كده، باينه معانا خالص اهي. دي ميه موجوده معانا في الزبادي، تمام. هنعمل ايه بقى؟ ما انا ما ينفعش احط الزبادي كده في الطبق، فهروح اجيب ايه على طول؟ مصفى. فين المصفى بتاعتنا؟ بسم الله. مصفتنا فين؟ موجودة هنا اهي. مصفة كده هبتدي اسندها علشان ابعد المية عن الشاشة فتبتدي تنزل براحتها، وكل ما يبقى تحت الشاشة فيه مية نقصرها شوية، كل ما يبقى تحت المصفة مية ابتدي اصفيها، تمام، علشان ابعد المصفة عن او الميه عن الشاشه علشان الزبادي ينزل كل السوائل اللي هو فيه او اللي موجوده فيه. ممكن كمان احط عليها اي تقاله، بمعنى ايه؟ ان انا احط طبق والطبق ده فوقيه اي حاجه تقيله، حله فيها ميه، اي حاجه تقيله، بحيث ان انا اضغط اكتر فتنزل كل السوائل اسرع. الموضوع ده يقعد قد ايه؟ يقعد 24 ساعه، يوم كامل واحنا بنصفي الزبادي. طب هل احطه بره الثلاجه ولا في الثلاجه؟ الاضمن والافضل ان انا احطه في الثلاجه علشان ما يغيرش طعمه ويبقى لاذع، تمام. بالشكل ده شايفين الميه عماله تنزل اهي، وهتنزل عندي في البوله من وقت للتاني على طول. افضي الميه علشان الميه ما تطولش الزبادي. خلاص نشوف مع بعض الزبادي بعد ما تحول من زبادي للبنه، فقد كل السوائل اللي فيه وبقى الخليط عامل زي العجينه. بصوا كده معايا، بقت عجينه. احنا كناش طبعا نقدر نمسك الزبادي ونعمله كده، نقدر بقى نكورها. بصوا اهي، بس نظبط الدنيا. بصوا الكوره اهي، اعمل فيها ايه بعد كده؟ اقدر ان انا اخدها كده ابتدي احطها في زعتر. انا عايزه ايه؟ فضي مكان بس، وبرطمان يكون نظيف جدا ومتنشف وزي الفل، وابتدي اسقط فيه كور اللبنه دي. لو انا بقى عايزه اعمل كور اللبنه واخزنها عندي تقعد بقى في الثلاجه مش هيجرى لها حاجه خالص. عايزه اقول لكم قد ايه لذيذه وقد ايه صحيه جدا، تحفه. بصوا شايفين اللبنه معانا بقت عامله ازاي؟ قولوا لي بس عايزين ايه كده، ايه رايكم؟ تمام. يبقى بناخد من اللبنه اللي احنا او الزبادي اللي احنا صفيناه وتحول من زبادي للبنه، وبنكوره وندحرجه كده في الزعتر واحط في البرطمان. طب اقدر اعمل ايه تاني؟ انا مكوره شويه قبل الهوا اهو، ممكن نحط في حبه البركه، تمام، بالشكل ده، وبرده نحطها في برطمان يكون نظيف وناشف وزي الفل. يبقى احنا بنكور ونحط بقى لبنه عليها زعتر، لبنه عليها حبه البركه. طيب بعد ما بخلص بقى وعبيت البرطمان بتاعي، ايه اللي ممكن نعمله دلوقتي؟
اللي ممكن اعمله دلوقتي عشان اقدر احفظ اللبنه اكتر فتره ممكنه ان انا اغطيها بقى بزيت الزيتون كده. بصوا بالشكل ده، لازم اغمر اللبنه بزيت الزيتون علشان هو ده اللي هيحافظ لي عليها وتقعد معايا اطول فتره ممكنه وهي زي الفل. لازم تتغطى. احنا نكمل عادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا لازم البرطمان يتغطى تماما، اللبنه تتغطى تماما بزيت الزيتون عشان هو ده هتكون ماده الحفظ بتاعتها. بس كده حطي بقى في التلاجة، طلعي بزيت الزيتون وقدمي، هيبقى أكتر من روعة. طيب طبعا عايزة أقول لكم البرطمان ده بالشيء الفلاني يعني غالي جدا. تمام. طيب احنا كده عملنا كرات اللبنة اللي نقدر نعملها بحبة البركة بالزعتر، كمان نقدر نعملها بالفلفل المجروش، وده للناس اللي بتحب الحاجة سبايسي. ألبس بس جلافز وأوريكم برضو إنها ممكن تتدحرج في الفلفل الحار. لو عارفين الفلفل الحامي ده اللي بيبقى مجروش اهو بالشكل ده، شطه كده بالشكل ده، وبرده نحطها في برطمان، والبرطمان نملاه باللبنه وبعدين نغطيه بزيت الزيتون كده. كده احنا خلصنا ثلاث انواع من اللبنه. تعالوا بينا بقى ايه، عايزين نعمل اللبنه الكريمي اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت في العلب دي، تعالوا بينا بقى نعملها. ايه اللي ممكن يتضاف عليها عشان تتحول بقى للبنه كريميه طعمها كده غني ولذيذ؟ يلا بينا نشوف. هنعمل بقى ده الكلام ده نبقى نحطه في الفاصل احنا بس عشان نعمل ده ونلحق نطلع. يلا بينا. هجيب طبق غويط، بسم الله الرحمن الرحيم، افضي فيه اللبنه بعد ما خلاص صفت السوائل اللي فيها كلها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اشيل بقى ده خالص من هنا وتعالوا بينا بقى ايه، نجيب مضرب يدوي. هبتدي احط رشة بسيطة خالص من الملح. تعرفين الجبنة دي ما بتبقاش اصلا فيها ملح كتير. وتعالوا نحط الكريمة او القشطة، اي اللي متوفر عندك، دي اللي هتدي الطعم الكريمي الغني للبنة. بصوا الجبنة بقت كريمي ازاي، ايه الجمال ده، شايفين؟ بصوا تحفة تحفة جدا والله. الطعم بقى حدث ولا حرج، الله على الجمال. بينا بقى نجيب، عايزين اطباق يا شباب، خلينا في الاطباق. ايه طيب ايه، نطلع فاصل ونرجع نقدم. بصوا اللبنه قبل ما نطلع بس عايزه اوريكم القوام بتاعها قد ايه جميل، ولما تحطيها بقى في علبه في التلاجة وتاخدي منها، بصوا بصوا عامله ازاي، عامله زي القشطه، بصوا تحفه زي اللي بنشتريها من السوبر ماركت، تتفرد كده على التوست طعمها فظيع.